طبعا ده يا كابتن هيثم، يعني لسه يمكن مستمرين معاكم في لقاءاتنا النهارده من ارض الملعب بعد الفوز التاريخي. يعني يمكن لو شفنا كمان الكومنتس على السوشيال ميديا، يمكن كل الناس عندها يعني تعليقات كتيره جدا على مباراه النهارده. فكره السكور الكبير 70 بوينت ما بين الاهلي والزمالك، شايفين ان هو سكور كبير جدا الحقيقه. وطبعا دلوقتي بيسعدنا ان ينضم لنا يعني الكوتش بقى يمكن نجم مباراه النهارده، كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي. يعني كابتن طارق منورنا ومشرفنا على شاشه قناه نادي الاهلي. مباراه للنسيان بالنسبه لنادي الزمالك، شفنا النهارده تعليمات كبيره جدا من حضرتك ما بين الكوارترز. شفنا ممكن الجمهور كان بيتفرج النهارده بيقول هو ليه كابتن طارق متعصب، في فرق اكتر يمكن 75 بوينت ما بينه وبين المنافس. لو عايزين نعرف النهارده تعليقك على الماتش. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مبروك ليكم ومنورينا دايما، بنفرح ان انتوا تبقوا معانا تصوروا لنا ماتشات، ودي اول مره تقريبا يحصل تصوير في الصاله الصغيره بالشكل ده. لا مش متعصب، انا عايز اعود فرقتي. انا خسران كسبان، سكور قريب، انا عندي شغل انا بشتغله، ما ينفعش ما اعملوش. ممكن اعمله والفرقه التانيه تهاجم عليا كويس تعرف تخرج منه، انما العيب مش من اللعيب انه يكسل يقابل هي، بس ان انا فوكس، لانه بالنسبه لي يعتبر طالما السكور فتح بقى شبه تمرينه بتجربي الناس كلها. وانا بلعب بال 12 في فروق في المستويات ما بين سين ونقصاد، فلازم اللي بياخد تايم قليل في الماتشات يثبت ان هو يقدر ياخد، فدايما حطاه تحت ان هو مركز جوه الجيم. انما اهلي زمالك في الاخر ماتش، لو الجمهور مبسوط احنا بنبقى سعداء، لان احنا كلنا شغالين عشان خاطر نسعد الجمهور. الحمد لله رب العالمين، الولاد ادوا بشكل جيد، الستارت كان كويس قوي النهارده في الجيم، فالحمد لله الواحد راضي يعني الاداء والروح والجماعيه وحاجات كده. كابتن طارق، الكومنتس حضرتك، يعني انا عارفه طبعا ما قدرتش اتابع، بس انا لسه كنت بقول قبل ما تنضم لينا كانوا بيقولوا ده مش ماتش سله، دي 10 طاوله. يعني كانوا بيتكلموا عن فكره الاداء. لو هتتكلم عن ردود فعل الجماهير عن مباراه النهارده، فرق كبير قوي ما بين منافس مش اي منافس، اهلي والزمالك دايما بيبقى ليه حسابات تانية. لو هنتكلم النهارده عن فكره الكومنتس وردود فعل الجمهور كمان على مباراه النهارده، احنا ما شفناش، بس الواحد بيزعل لو الموضوع قلب بسخريه، انما هو افرح، فرقتك واقفه على رجليها بتلعب منافس مهما كان هو مش في الصوره بنسبه كبيره، لان الزمالك اول مره يدخل الثمانيه. ان انت تفرح بالموضوع ده حقك. يعني بقول لك زي ما بقول لك، احنا دايما بنصدر للولاد، وانا كشغلي انا نمره واحد، احنا بنشتغل لينا، احنا نعمل اسم، بس الاساس انك تسعد الجمهور اللي بيتفرج. لانه انا لما باجي اتفرج على ماتش الولاد والجيم بيبقى مازم، انا ببقى متعصب ببقى متضايق، فانا واحد من الجمهور فبتضايق، فنفس الاحساس ده انا مش عايزه هو يحسه. على قد ما بنقدر دايما بنقولها في ميتنج في تمرين، العب عشانك وشغلنا وعشان الناس اللي بتتفرج عليك بالملايين دي تبقى سعداء، فانا بس سعيد ان هم مبسوطين مش اكتر. يعني انتظار الاهداف اللي كانت موجوده النهارده في المباراه، انا عارفه ان حضرتك يعني ما كانش فيه استعدادات استثنائيه بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن اكيد كنت داخل باهداف المباراه لان عارف ان اكيد ان في مستوى كبير جدا على المستوى الفني. لو هنتكلم على الاهداف النهارده، سواء روتيشن، ثقه اللاعبات اللي يمكن مش بيشاركوا في مباريات كريتيكال، لو هنتكلم النهارده عن الاهداف اللي كابتن طارق حققها في مباراه النهارده. لا مكسب كتير النهارده، عندي نوع افضل، ندى بتشارك بنسبه قليله اكتر، حبيبه بيكو ورضوى النهارده خدوا تايم طويل، سوريا موفقه المحترفه النهارده اكسلنت، ده تاني جيم ليها احسن من الجيم اللي قبله، فدخلت. يعني نقول اكتر حاجه من المكاسب نقول المحترفه ان هي مش انانيه، يعني هي دخلت بسرعه جوه الفرقه، بتلعب 1 ان 1 كويس، بتلعب مع اللعيبه، يعني عامل النهارده مور اسيست، يعني اسيست كتير قوي للفرقه شايفاهم، دي حاجه ايجابيه. انما مجمل لا، جيم حلو، جيم ناس كتير خدت تايم كويس وادوا بصوره طيبه. استعدادات بقى، يعني اخيرا استعدادات للي جاي، عندنا البنك الاهلي، الجزيره، ولكن يمكن سبورتنج اهم مباراه في الدور اللي جاي. لو هنتكلم عن استعدادات كابتن طارق للايام اللي جايه او الماتشات اللي جايه، احنا هنتكلم على اللي جاي، يعني ناخد كل ماتش كده بماتشه. سبورتنج لسه اخر جيم، كل الفرق فرقه محترمه. انا عندي بكره راحه والتلات ماتش مع البنك الاهلي، يعني مش الاربعه، اتبدر بقى بدري يوم، فاحنا هنيجي على الجيم على طول. نفس الاستعدادات انا عندي معودهم كده، بقول لك حتى ماتش سبورتنج فاينل مرتبط، الموضوع ما كانش فيه اكسبشن. انا عندي رولز، همسك مفاتيح اللعب عامله ازاي، المان تو مان او الديفنس او الاوفنس، احنا بنلعب على حسب الجيم، على مين اللي ماشي، فما فيش استعدادات اوفر قوي عن الموضوع. نتمنى بس ربنا يبعد عننا الاصابات مش اكتر. يعني كابتن طارق نورتنا وشرفتنا، الف مبروك مره تانية، ودايما متالق كده مع سيدات سله الاهلي. ان شاء الله مبروك ليكم.
شكرا.